في العالم وحديث كوارث العالم من امبارح، والعالم كله على صفيح ساخن وبيترقب وبيتابع كل الأخبار وكل صغيرة وكبيرة خاصة بالعملية العسكرية اللي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. طبعا أوضاع كتيرة هتتغير بسبب الأزمة دي. شفنا أول المؤشرات امبارح واللي شهدت قفزة كبيرة جدا لأسعار البترول العالمية خلال تعاملات أمس بأكثر من 8% علشان يتجاوز مستوى 105 دولارات لبرميل خام برنت الأول مرة من 2014. ده غير طبعا أسعار الذهب اللي وصلت لمستوى تاريخي ما وصلتلوش من سنة تقريبا، لحوالي 34 جنيه للجرام الواحد، وده مقارنة بمستواه قبل كده، وده طبعا بعد ما قفزت الأسعار العالمية بأكثر من 42 دولار للأوقية بعد الإعلان عن الحرب. يعني خلينا نقول ان العالم كله امبارح كان في حاله طوارئ رميس تقريبا، يعني بسبب طبعا زي ما احنا عارفين الازمه. يعني خلينا نقول عشان كده كل الدول كانت بتدرس، الاحوال اللي هيكون فيها الشعوب بعد كده. ده غير طبعا ان كلهم كانوا بيدرسوا ازاي تجلي رعاياها من اوكرانيا، واجتماعات لمجلس الامن لبحث الازمه. كمان اسعار القمح العالميه ارتفعت طبعا باعتبار ان الدولتين دول زي ما احنا عارفين هم اكبر دولتين مصدره للقمح بواقع 29% من تجاره القمح العالميه، واللي شهدت ارتفاع كبير جدا. مصر طبعا كانت بتشوف الظروف دي وخدمتنا في الموقف ده، وكمان المخزون الاحتياطي بتاعنا زي ما قالوا ان هو يكفينا لاكثر من 4 شهور. كمان الحكومه بتبذل جهود كبيره في مواجهه اي تاثيرات، وكانت اعلنت عن بدائل كتيره لاستيراد القمح من 14 دوله ثانيه غير روسيا واوكرانيا. بنتمنى كده من الخارجيه المصريه زي ما قالت في بيانها امبارح انه يتم تغليب لغه الحوار والحلول الدبلوماسيه لسرعه تسويه الازمه سياسيا بما يحافظ على الامن والاستقرار الدولي. ان شاء الله باذن الله تعدي كده على خير والامور تمشي بسلام. واكيد هنتابع معاكم ايه اللي بيحصل اول باول.